مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أجواء حارة معظم أيام الأسبوع في معظم أجزاء المملكة، مع نشاط للرياح وإثارة الغبار والأتربة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. يوم الأحد أجواء حارة في معظم أجزاء المملكة، وفي المنطقة الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 37 والصغرى 27، المناطق الغربية معدل العظمى 40 ومعدل الصغرى 32، المناطق الجنوبية الغربية معدل العظمى 29 ومعدل الصغرى 21، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى معدل العظمى 44 ومعدل الصغرى 32، المناطق الشمالية الشرقية معدل العظمى 40 ومعدل الصغرى 28، المنطقة الشرقية معدل العظمى 42 ومعدل الصغرى 32 درجة مئوية. أما يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء الحارة، معدل العظمى في المناطق الشمالية الغربية 38 والصغرى 26، معدل الحرارة العظمى في المناطق الغربية 39 ومعدل الصغرى 32، المناطق الجنوبية الغربية معدل العظمى 28 ومعدل الصغرى 22، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى معدل العظمى 44 ومعدل الصغرى 31، المناطق الشمالية الشرقية معدل العظمى 40 والصغرى 27، أما المنطقة الشرقية فمعدل العظمى المتوقع 43 ومعدل الصغرى المتوقع 34 درجة مئوية. أيضا يوم الثلاثاء استمرار الأجواء الحارة، المناطق الشمالية الغربية 38-26، الغربية 39-31، المنطقة الجنوبية الغربية 28-19، المنطقة الوسطى والرياض 43-30، المناطق الشمالية الشرقية 41-26، والمنطقة الشرقية معدل العظمى 44 ومعدل الصغرى 32 درجة مئوية. كذلك يوم الأربعاء استمرار الأجواء الحارة، المناطق الشمالية الغربية 37-25، المناطق الغربية معدل العظمى 39 ومعدل الصغرى 31، المناطق الجنوبية الغربية معدل العظمى 29 ومعدل الصغرى 20، المناطق الوسطى ومنطقة الرياض معدل العظمى 43 ومعدل الصغرى 31، المناطق الشمالية الشرقية معدل العظمى 40 ومعدل الصغرى 27، المنطقة الشرقية معدل العظمى المتوقع يوم الأربعاء 42 ومعدل الصغرى 32 درجة مئوية. أيضا الخميس استمرار الأجواء الحارة، الشمالية الغربية 38-25، الغربية 41-32، الجنوبية الغربية 28-22، المنطقة الوسطى والرياض معدل العظمى 42 ومعدل الصغرى 32، الشمالية الشرقية معدل العظمى 40 ومعدل الصغرى 28، المنطقة الشرقية معدل العظمى 42 ومعدل الصغرى 32 درجة مئوي. هذا يوم الخميس. أما يوم الجمعة فارتفاع على درجات الحرارة، معدل الحرارة العظمى في المناطق الشمالية الغربية 40 والصغرى 25، المناطق الغربية 38-33، والمناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر، العظمى 29 والصغرى 20، منطقة الرياض أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، معدل العظمى 45 والصغرى 33، المناطق الشمالية الشرقية معدل العظمى 42 والصغرى 28، والمنطقة الشرقية معدل العظمى 43 والصغرى 34 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع السلامة، شكرا لمتابعتكم، ولكم تحية طيبة وجميلة مني ومن طقس العرب.